من أنطاكيا هذا الفندق، حيث لا يزال هناك لبنانيان تحت الأنقاض، هما محمد المحمد والياس الحداد. كان جرى إنقاذ نهار الأربعاء اللبناني باسل بحقوق، هو إلى جانبي مباشرة. باسل الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. العسى عم تصلح لي العائلة غلطت. معلش. شو العائلة؟ حبقوق. حبقوق. أعذرني. الحمد لله على السلامة. خليني رح أرجع معك على روايتك قبل، بس بعد الشباب في محمد المحمد والياس الحداد هون تحت الهوتيل. الياس الحداد كنت أنا وياه بنفس الغرفة. أوكي. لما بلشت الهزة فتحت عيوني أنا، قال لي باسل الهزة، قلت له ركود لبرا وعالدرج. ركض قدامي، فتح الباب وركض قدامي هو. فركضت وراه أنا، ركضنا شوي يعني مسافة يمكن عم نركض شي 3 ثواني، راحت الكهرباء ما عدنا شفنا شي، كان هبط السقف علينا. صرت اسمعه عم يعيط لي يا باسل ساعدني أنا على الآن، يا باسل شو بدي أعمل أنا على الآن، قال له أنا على الآن طول بالك هلأ بيساعدونا. وأنا صرخ وعيط لحدا يساعدنا. بقي هيك على هالوقت يعني من الصبح يحكيني وأحكيه ويقول لي أنا على الآن ومش قادر أتحرك، لحد تقريبا شي الساعة 2 من أول نهار، وما عدت سمعت صوته، صار هو مثل نايم، سامعه نايم. وأنا بقيت عيط وصرخ وعيط وصرخ للأربعة الصبح، لحتى إجوا فتحوا الحيط علي من تحت ونزلوني. وهلأ عم يشتغلوا بوتيرة كثير عالية هلأ اليوم، وإن شاء الله يا رب في يعني بوادر خير نكون عم نلاقي الياس. أرجع أحكي كمان، وصلوا الشباب اللبنانية من أقرباء الياس الحداد. نحن جينا مبارح شابين من لبنان وانضمينا للشباب هون، بس الشباب موجودين هون، وجينا على الأرض، جينا على الأرض اللي ساعد اليوم أنه قدرنا نوصل للإيادة الأساسية اللي عم تشرف على الأعمال. وهنيك حسيناهم أكتر أنه يكون في فرق على الأرض، وقلنا لهم الشباب بعدها طيبة وعم نسمع نبضهم وهيك، فبدونا فريقين وهذا اللي ساعد اليوم. هلا بدنا نقول انه اجت فرقه وعبيد السوق النبض، يعني هذا اللي عم شجعنا اكثر، فرقه عم تجيب فرقه ثانيه وثالثه وثالثه، صارت على الارض في شغل جدي. متامل يكون في شيء خير اليوم ان شاء الله خير. الله يطمن قلبكم.